في البداية خلوني أعرفكم على نفسي. اسمي عبد الله، شاب مثل أغلب شباب هذا الجيل، مدمن على برامج التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، تويتر، سناب شات وغيرهم. كانت أكبر اهتماماتي أن أكون مشهور وحصل على أكبر عدد من المتابعين، عشان شي كنت أصور كل صغيرة وكبيرة في حياتي أو خلال يومي. أغلب متابعيني كانوا يظنون أن حياتي مثالية وخالية من المشاكل، وأني دائما كنت مستانس لأني كنت بس أظهر لهم الجانب الحلو المثالي منها. لكن في الواقع كنت دائما أحس أن مالي أي هدف، وأن حياتي فيها نوع من النقص. سعادتنا ما في جمع المال، ولكن في توظيفه للبلاد والعباد المحتاجين. فهذا نحن لابد أن نتعاون كلنا في أعمال الخيرية، وإن شاء الله أننا مستمرين. فالله يوفقنا ويوفقكم معانا إن شاء الله لعمل الخير. وأنا أكد لكم أن المهمة كبيرة بس الهمم أكبر.